الدنيا لا تستحق أي حرب نفسية، سواء كانت هذه الحرب مع نفسك أو مع أي شخص آخر. الحياة تنقلب في لحظة، صحتك قد تخونك وأحبابك قد يتركونك في أي لحظة. لا يوجد ضمان لأي شيء ولو لدقيقة واحدة. الأحوال كلها تتبدل في ثوان. لا داعي للصراعات. اللحظات التي تمر عليك وأنت سليم ومعافى ومنعم بوجود أحبابك حولك بعمر كامل من التوتر والقلق والتفكير. ادعوا الله أن يرزقكم لين القلب وأن تمروا مرور الكرام خفافا خفافا على بعضكم البعض، وأن يرزقكم راحة البال، لأن راحة البال لا تقدر بثمن. طوبى لمن خلى من الغل صدره وسلم من الغش قلبه.